قرر صاحبنا انه يهاجر، يسيب بلده. بعد محاولة واثنين وعشرة شاف ان قدراته ممكن يفيد بيها نفسه اللي حواليه لو سافر فترة ورجع بشكل احسن وافضل. خيار بيلجأ ليه بعضنا تحت حاجة اقتصادية او ممكن علمية، ينهي دراسات في مكان افضل، او حتى لو على سبيل تغيير العتبة. اوقات المكان بيضيق مهما كان اتساعه، وبنحتاج لفسحة مختلفة. فالمهم ان صاحبنا اخد متاعه وودع اهله واصحابه وركب حصانه وتوكل على الله. واثناء ما هو قاعد بيستريح وياكل لقمة، لفت نظره شيء غريب. طائر كسيح ما بيقدرش يطير وبالكاد بيقدر يمشي وعايش. فصاحبنا اتعجب، يا ترى الطير ده عايش ازاي؟ لا في اكل ولا ميه في المحيط القريب منه، والطائر مش مثلا بيتوجع فنقول ان اعاقته كانت لسه حالا، لا ده متعايش. واثناء انشغال باله لقى طائر جاي طاير من بعيد، ونزل جنب الطير الكسيح واطعمه من فمه كعادة الطير. فالشاب هنا وقف وبعدين قالوا كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، إن الطير الذي وقع كسيح في الصحراء ربنا سبحانه وتعالى قيد له طائر سليم يطعمه ويسقيه. طب يمكن دي رسالة من ربنا، إن عيب عليك، إزاي أنا اتململت وأنا في وطني وقلت أسافر ودقت بضيق الرزق؟ لا أنا هرجع بلدي وربنا إن شاء الله مش هيضيعني زي ما حافظ على الطائر الكسيح. ورجع صاحبنا من نص الطريق فقابله أستاذه وشيخه، فاستغرب قال له لا أنت مش كنت مسافر، إيه اللي رجعك؟ حكى له اللي شافه، هو متأثر قوي وإزاي إن هو فطن إلى الدرس. فرد عليه أستاذه بسخرية وقال له ولماذا ارتضيت أن تكون الطائر الكسيح الذي رضي بعجزه ويعيش غوث غيره؟ ألم تطمح لأن تكون الطائر الصحيح؟ لماذا رأيت نفسك اليد السفلى ولم ترى في إشارة ربك أن تكون اليد العليا اللي بتنقذ وتفيد وتسافر وتهاجر وترجع أقوى شأنا وأكثر قوة وأشد بأس؟ الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد مننا قدرة وطاقة، وبعيد عن كلام التنمية البشرية وأخرج المارد الذي بداخلك وإن كلنا نقدر نكون رقم صعب في الحياة والكلام اللي فيه منه شيء وجيه وأشياء سخيفة، بعيد عن الكلام ده، انت ليك كبني ادم قدرة وطاقة، وكل واحد فينا بيختار لنفسه الدور اللي هيلعبه. مشكلة الناس ان غالبهم، غالب الناس، واحد من اتنين: شخص شايف ان اللي هو عايزه بقى من حقه من غير ما يعمل معادلة بين قدراته وامكانياته واللي هو يطلبه او اللي هو عايزه، تلاقيه عايش حياته بيطارد احلام بتقرب وبتبعد، بس هو عايش في وهم انه هيوصل في يوم من الايام، بيجري على طول. وعندنا شخص تاني شايف انه فاشل وان الحياة صعبة والزمن مستقصده وليس في الامكان افضل مما كان، وكلاهما اساء لنفسه واضاع مخزون الموهبة الفطرية. كان الرسام الشهير مايكل انجلو ليه كلمة مهمة بيقول: لو صرت كناسا سأكون مايكل أنجلو الكناسي. عبقرية العبارة دي انه بيقول لنا ان ثقة مايكل أنجلو بنفسه مش قايمة على ان هو موهوب في الرسم، وانما في حبه وتوحده مع اللي بيعمله ايا كان ما يفعله، وانه لو كان كناس فهيكنس بحب واتقان هيخليه متميز، هيخليه مايكل أنجلو الكناسي. اليد العليا هي اليد المعطاء، مش فلوس وصدقة بس، دي يد بتتكئ على نفس طواقة
صاحبها عنده نفس طواقة محبة للناس والحياة مع كل تحدياتها، مش مثالية بس بتتربى على الغالي، الغالي من القيم والأصول والفهم والجلد والصبر والرضا بالمكتوب. شخصية مكافحة، والوصول ليها محتاج تمن، محتاج انك تعيد بناء قيمك الداخلية وتصنع لنفسك شخصية حقيقية مريحاك تساعدك انك تكون افضل وتكون مهيئة للتعامل مع الضغوط الحقيقية مش المتخيلة. انا اعرف ناس بتكتئب لو البوست ما جابش لايك او كومنت او هارت كتير، انا اعرف كده. دي مش هموم حقيقية ومش شخصية حقيقية، الشخصية الحقيقية هي انت بطبيعتك اللي تسمح لك تكون انت. وانسى موضوع الشغف ده، الله يرضى عليك، اليد العليا بتحركها المسؤولية مش الشغف. ولو افترضنا وجود الشغف اللي هو اصلا بالمناسبة شعور، يعني ممكن كلمة نقد من شخص ذو وجاهة تطربقه على دماغك، ومع ذلك لو افترضنا وجوده فده هيكون شغف بنجاحك في انهاء مسؤولياتك وواجباتك بشكل ناجح وبشكل كويس. مش شغف يخليك تقوم بمهامك ومسؤولياتك وانت متأنق وبتصفر ونازل شغلك بتفاؤل الدنيا، لا لا، انت رايح شغلك اللي مش احسن حاجة عشان ده في الوقت ده مرحلة مهمة لابد منها، لان عندك مسؤوليات، عندك التزامات، وطموحك بيخليك وانت في عز بيئتك اللي مش راضي عنها تطور في نفسك وتحاول تكتشف المخبوء من قوتها وقدرتها. آمن دايما انه كل ميسر لما خلق له، وقد علم كل اناس مشربه. ومش كل تجربة تسمعها مهما كانت ناجحة او التوفيق كان مساندها ان هي ممكن تناسبك. اطمح بس اسأل نفسك، هل الطموح ده مناسب لقدراتي؟ هل عندي نقط ضعف محتاج ان انا اطور حاجة في نفسي عشان ابقى كويس، عشان ابقى افضل، اتعلم حاجة جديدة؟ هنا بيتحول الطموح لخطط عمل وتطوير، مش احلام وردية وثقة مفرطة في النفس وبناء الدور التاسع واحنا لسه ما بنيناش الدور الاول. وعلى الجانب الاخر، عيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديك قدرات ومهارات وترضى بانك تكون الطائر الكسيح، تمشي في الحياة وجواك قناعة ان يومين نقضيهم وخلاص. كلنا هنقضيهم بس مش خلاص، وقفوهم انهم مسؤولون. انت مش طائر كسيح يا صاحبي، حتى لو الحياة نفسها بتعرق، وحتى لو الناس نفسها بتكح تراب. وبالمناسبة برضو مش بتكلم على الفلوس ولا عن حياتك ووضعك الاجتماعي، لا، انا بتكلم عن دماغك، عن نظرتك لنفسك وربك والحياة. ما تسيقش الظن فيه، ومتعلم كل يوم ولو حاجة، غير من نمطية تفكيرك ولو سنتي. حاول ما تكونش النهاردة نفس الشخص أو البني آدم اللي كنته من شهر أو سنة، مش عشاني ولا عشان الناس، عشانك. لا هقولك الوظيفة عبودية ولا هكرهك في وضعك، أنا هقولك إن وضعك ده حاول تخلق منه وفيه حاجة كويسة. خلينا أختم معاك بموقف حصل مع أنطوان تشيكوف، أهم من كتب القصة القصيرة في العالم. تشيكوف قرر إن هو ياخد هدنة أجازة يرتاح، فراح بلدة ريفية، جاب بيت ريفي عادي جدا وبدأ يهتم بيه، اهتم بنظافته وتربيته أو ترتيبه يعني وزراعته، حط ورد وزينه في لمسة حب، لمسة جمال. في يوم جاله صحفي يعمل معاه لقاء، فالراجل الصحفي وقاعد كده عمال يبص ومباهر بالبيت الجميل، فبيقول له ايه البيت الجميل ده يا استاذنا، ايه الجمال ده؟ فتشيكوف الاديب الكبير قال له زيه زي البيت اللي جنبه، مفيش اي تميز، بس انا اهتميت بيه. وبعدين قال له كلمه عبقريه جدا، قال له لو اهتم كل واحد مننا بالشبر اللي بيحتله على سطح الارض لاصبح كوكبنا هذا فتنه للانظار. شبرك يا صاحبي هو دنيتك، هو مسؤوليتك، هو نجاحك الحقيقي. شبر اسمه بيتك، شبر اسمه أهلك، شبر اسمه دايرة علاقاتك، شبر اهتم بيه بهدوء وببساطة وهتبقى فتنة للأنظار مهما كان وضعك.
ومهما كنت في عينيهم بسيط، شبر فيه نجاحك الحقيقي تكون فيه طائر سليم مكافح، الدنيا كلها بتعرق حواليك وانت قايم بواجباتك طاير في الشبر بتاعك شاكر وحامد وراضي. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا الحقيقية.